معانا خالد رأفت. خالد رأفت الحاصل على جائزة أفضل ممثل، وهو رابع ممثل مصري يحصل على هذه الجائزة في تاريخ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كله، وده كان السنة اللي فاتت. فرصة إن احنا نتابع معاه فرق النجاحات. مساء الخير يا خالد. مساء الفل، زي الحال. يعني انا شوف انا قابلتك امتى واتركنت لغايه ايه، معلش. لا لا ولا يهمك، يا اهلا وسهلا. خالد انا بعتبرك فنان كبير، انت مش شاب. الناس احيانا تحب تصور كل واحد ياخد اول جايزه انه شاب صغير. انت عندك تجربه حوالي 30 سنه في المسرح، واشتغلت مع محمود ابو دومه ومع عواطف. على فكره عواطف صديقه عزيزه وكانت معايا في هندسه اسكندريه، وانا اللي شجعتها تروح قسم المسرح. فنانة كبيرة يعني. طبعا. عايز أقول وأيمن الخشاب طبعا أنت تلمست على إيد ناس كتير. عايز أقول أنت شفت حاجة في مهرجان السنة دي؟ للأسف الشديد أنا كنت مشغول الفترة، كنت عامل حسابي، حتى كنت متفق مع أستاذ محمد فاضل أنه يعمل حسابي أن أنا أقدر أحضر. بس للأسف ما حصلتش نصيب. طب قول لي يا خالد، أنت شايف طبعا إحنا شايفين ده لقطة من تكريمك السنة اللي فاتت في عرض إيكاروس تقريبا، من أجل الجنة إيكاروس، صح كده؟ طب قول لي يا خالد، يعني أنت شايف وأنت بتمارس المسرح الشبابي ده بقالك سنين طويلة، مهرجان زي مهرجان دولي للمسرح التجريبي ممكن يكون فادك في إيه كعقلية وكفن وكفكر للي جاي؟ والله اقول لحضرتك حاجه، وطبعا المهرجان التجريبي من افضل المهرجانات اللي مش بس اللي بتتعمل في مصر على ما اعتقد، بما ان انا شفت مهرجانات كتير على مستوى العالم. انت شاركت في حوالي 10 مهرجانات ما شاء الله، يعني نمسك الخشب. الحمد لله. بالظبط، كان حظي كويس يعني، بما ان انا اشتغلت مع دكتور محمود هدومه ان انا حضرت مهرجانات كتير في دول في اوروبا وفي الاردن وفي لبنان وكده. فعايز اقول لك ان فعلا المهرجان التجريبي يعتبر من افضل المهرجانات المسرحيه على مستوى العالم. انت لسه بقول ده فعلا، مش مجامله ومش لان انا مصري. في التنظيم وفي الكواليتي بتاع العروض اللي بتتعرض، وناس كتير بيبقى فعلا في اوروبا بيبقى نفسهم فعلا ان هم يجوا يعرضوا في المهرجان التجريبي. فكون ان انا انول شرف ان انا اشترك في المهرجان التجريبي ده كان في حد ذاته بالنسبه لي شيء جميل جدا، رغم ان انا حضرت مهرجانات كتير قبل كده. الف فكمان الف مبروك. بقى في الاخر توج هذا الشرف بان الفرح. انا الحمد لله قدرت يعني اقتنص ربنا يوفقك يا خالد، ونشوف لده ترجمه، ونشوف الشركات في مصر المنتجه تحط عينيها على الفنانين الكبار اللي حصلوا على جوائز دولية ورفعوا اسم مصر. انا بشكرك والله. انا معاك في الجملة دي بالذات، مش عشاني انا كنت من فترة طويلة بحاول ان انا يعني اكتب بوستات واشير الموضوع ده، ان في كمية موهوبين كبيرة جدا في صحيح. مصر صحيح. اللي بياخدوا جوائز في المهرجان القومي وفي الاقاليم. نفسي ان فعلا الناس تبص للناس ديت، ان يعني حد خد جايزة افضل ممثل في المهرجان القومي ليه ما يشتغلش بدل طيب. ما يتوقف واحلامه ويحبط وكلامه. صحيح صحيح. فياريت يبقى في حد ينظر لده ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. بشكرك جدا جدا خالد رأفت الحاصل على جائزة افضل ممثل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 30 العام الماضي. شكرا جزيلا جدا على وجودك معايا على التليفون.